أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة النور: هذه السورة هي سورة مدنية اشتملت على جملة من الأحكام والقضايا المهمة، ويصح أن نقول أنها سورة الأسرة المسلمة لما فيها من ذكر أحكام الأسرة. وقد اشتملت على جملة من الأحكام المهمة، حتى قال عمر رضي الله عنه: علموا نساءكم سورة النور. وأما مقصود هذه السورة وهدفها أيها الإخوة، فهو ذكر العفاف والستر والمحافظة على هذه الأسرة. هذا هو مقصود السورة، فقد اشتملت على جملة من المواضيع والأحكام التي تدور حول هذا المقصود. ولذا فلو تأملنا في مواضيع هذه السورة وجدناها قد عالجت جريمة الزنا وحذرت منه، وذلك من طريقين. الطريق الأول أيها الإخوة والأخوات: العقوبة المحددة للزنا، وهذا بعد حصول الجريمة. الطريق الثاني: طريق الوقاية قبل حصول الجريمة، ويدخل في ذلك حد القذف والنهي عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين وتحريم مناكحة الزناة والأمر بغض البصر والاستئذان في البيوت والاستئذان داخل البيوت ومعرفة أوقات العورات ووضع الثياب وغير ذلك. فهذه السورة أيها الأحبة الطرق جاءت بالطرق والوسائل التي تساعد على حفظ فرج، من إقامة الحد على الزناة والنهي عن مناكحتهم والأمر بالإسلام وغير ذلك مما جادت به هذه السورة كما سيأتينا. أما مكان نزولها كما قلت لكم فهي مدنية بإجماع أهل العلم، وعدد آياتها قيل 62 وقيل 63 آية وقيل 64، و64 هو المشهور الموجود الآن في المصحف الذي بين أيدينا. والسبب في اختلاف هذا العد أن من العلماء من وصل آية يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال
بآية رجال لا تلهيهم فجعلها آية واحدة. فإذا وصلنا يكون مجموع السورة كم عدد آيات السورة كم؟ 63، يعني سقطت آية. ومنهم من زاد ذلك بوصل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار بآية يقلب الله الليل والنهار، فيكون مجموع آيات السورة 62. هل ورد في فضلها شيء؟ لم يرد في فضلها شيء، كما إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما اشتملت عليه من الأحكام أمر عمر رضي الله عنه الناس أن يعلموا نساءهم هذه السورة. قال الله سبحانه وتعالى: سورة. السورة لغة من السؤر بالهمز أو من السوري، أما في الاصطلاح فهي طائفة من الآيات ذات فاتحة وخاتمة. السورة هي مجموعة من الآيات تفتتح وتختم، فهذه يطلق عليها سورة. قال الله عز وجل: سورة. المعنى: هذه سورة. جاءت سورة بلفظ التنكير، بلفظ النكرة، لتفخيم أمرها، وأنها سورة عظيمة ينبغي أيها التالي لها أن تتدبر معانيها، لأنها قد اشتملت على جملة كبيرة من الأحكام. فهو ينبه القارئ حينما نكر السورة بالاعتناء بها. أنزلناها، أي أنها منزلة كسائر القرآن المنزل. وفرضناها، التعبير بالفرض في مطلع هذه السورة كما قال بعض العلماء يوحي بأن ما فيها من آداب وأحكام محكم ليس بمنسوخ. محكم ليس بمنسوخ، مع أن بعض أهل العلم ذكر أن بعض آياتها قد نسخ كما سيأتي، لكن التعبير بالفرض يوحي بأن ما فيها من أحكام محكم ليس بمنسوخ. وفرضناها، أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي فيها. وأنزلنا فيها، أي في هذه السورة، آيات بينات، يعني مفسرات واضحات، أي أنزلنا فيها آيات. ما صفة هذه الآيات؟ واضحات. لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتأخذون بأحكامها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا قدمت المرأة هنا على الرجل؟ جرت العادة أن يقدم الرجل على المرأة في الخطاب، إلا في وسائل الإعلام عندما يقولون سيداتي ساداتي، هذا من باب قضية حقوق المرأة، لكن جرت العادة في الخطاب الشرعي أن يقدم الخطاب للرجال على النساء. فلماذا قدم الخطاب للنساء هنا في هذه الآية؟ فقال سبحانه: الزانية والزاني، ما قال الزاني والزانية؟
قال العلماء: لأن الزنا في حق النساء أشنع، لأن الزنا في حق النساء أشنع. ولذلك مع أن الفتن في الغالب إنما تأتي من قبل النساء، والزنا في حقهن أشنع. طيب ما الحكم؟ قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية فيها حكم الزاني والزانية، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع. فإن الزاني أيها الإخوة لا يخلو إما أن يكون بكراً وهو الذي لم يتزوج، أو محصناً، يعني المحصن يدخل فيه الرجال والنساء. من هو المحصن؟ هو الذي قد وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. فلو تزوج الإنسان ووطئ في نكاح صحيح وهو حر فهو يسمى محصن وإن طلق، كما أن المرأة إذا تزوجت تسمى محصنة وإن طلقت، وإن طلقت. فهذه الآية فيها حكم الزاني غير المحصن. هذه الآية هي تذكر حكم الزاني غير المحصن. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة كما في الآية. العلماء اتفقوا على أن هذه الآية ناسخة لآية النساء، وهي آية الحبس وآية الأذى التي قال الله عز وجل فيها: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن، اللي هو الحبس. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اتفق العلماء على أن هذه الآية هي ناسخة لآية الحبس ولآية الأذى المذكورة في سورة النساء. واختلف العلماء في هذه الآية: هل هي عامة للمحصن وغير المحصن ثم نسخ المحصن منها، يعني أنها نزلت أولاً هذه الآية في المحصن وغير المحصن، لكن نسخ المحصن منها إما بالسنة المتواترة في الرجم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم المحصن ولم يكتفي، واغدوا يا أنيس لامرأة هذا، امرأة هذا يعني متزوجة، فإن اعترفت فارجمها، ولم يكتفي بالجلد، أو بالقرآن المنسوخ لفظه: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا مذهب من أهل العلم. القول الثاني قالوا: ليس في الآية نسخ، بل هذه الآية عامة في المحصن وغير المحصن، وزادت السنة الرجم للمحصن. وقالوا إن الزيادة ليست بنسخ. إذ قالوا أن المحصن يجلد ثم يرجم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد كما سيأتينا. القول الثالث أنه ليس في الآية نسخ، وأنها خاصة في البكر، وأن الآية إنما سيقت مساق من زنى وهو بكر. وعلى كل، فالمقطوع به أن عقوبة الزاني البكر جلد 100. واختلف العلماء في تغريب العام، يغرب عاما، فالجمهور يرون تغريبه، أما أبو حنيفة رحمه الله
فيرى أن أمر التغريب وهو أن يُطرد من البلد الذي هو فيه سنة كاملة أو يُسجن سنة كاملة، يعني أن يُبعد عن البيئة التي هو فيها، فهو يقول مرجعه إلى الإمام إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب. والقول الصحيح قول الجمهور، لأننا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن على ابن جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم، إلى آخر الحديث. وهذا دليل على أن البكر الزاني إذا المرأة سواء المرأة أو الرجل إذا زنى وهو بكر فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده أو يسجن عاما كاملا. فالجلد من القرآن والتغريب من السنة، والسنة حجة كما تعلم. طيب، قال الله عز وجل والزاني والزاني فاجلدوا، لماذا عبر بالجلد دون الضرب؟ لماذا لم يقل الزانية والزاني فاضربوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ قال العلماء السر في ذلك أن قصد الشارع في هذه العقوبة هي الإيلام وليس مجرد الضرب، وأنه لا بد أن يتألم حال جلده حتى يتعب. طيب، هل يجمع بين الرجم والجلد للمحصن؟ اختلف العلماء فيه على قولين، منهم من قال يجمع بين الجلد والرجم، وهم الذين يقولون أن السنة زادت على هذه الآية، ويستدلون بفعل علي رضي الله عنه حيث جلدها جلد المرأة الزانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. لكن الصحيح والذي ثبتت به الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم المحصن بلا جلد، وهو الذي استقر عليه الأمر. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، في دين الله أي في حكم الله، يعني لا ترأفوا بهذا الزاني وبتلك الزانية. وليس المقصود يا أخواني الرأفة الطبيعية، وإنما المقصود الرأفة التي تصل إلى أن يسقط عنها الحد، بحيث ترأف به حتى تسقط عنه. أما كونك ترأف بهذا الإنسان الذي يجلد الرأفة الطبيعية هذا أمر فطري وطبيعي، لكن أن ترأف به فتسقط حدا من حدود الله هو المنهي عنه في هذه الآية، حينما قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال مجاهد إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل. هذا من حقوق الإنسان السوي أن تجلد الزاني فيبقى المجتمع نقيا طاهرا. إن كنتم إغراء لهم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إغراء لمقيم الحد أي أقيموا الحدود، إن كنتم متصفون بالإيمان بالله واليوم الآخر فافعلوا وأقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب. ثم قال الله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا فيه تنكيل للزناة وتقريع وتوبيخ وفضيحة،
والطائفة هو الرجل فما فوقه، وقال بعضها علم الرجل إلى الألف، وقال الزهري 3 نفر فصاعدا. وفائدة حضور عقوبة الزنا يا أخواني فائدة للزاني ولمن حضر، فهي إغلاظ وتوبيخ للزنات، واتعاظ وعبرة لغيرهم ممن يحضرون. فالحكمة من شهود العذاب هذا، ولذلك الحمد لله الآن الحدود إنما تقام في وضح النهار، ولا لا؟ الحدود إنما تقام بحمد الله ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب، ما الأمور التي يثبت بها الزنا؟ العلماء يقولون إن الأمور التي يثبت بها الزنا سواء كان للرجل أو المرأة الإقرار، فإذا أتى رجل وأقر على نفسه بالزنا فيقام عليه الحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز والغامدية: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، لأن الحدود كفارات. هذا الطريق الأول، أن يقر على نفسه. الثاني البينة، وهو أن يشهد 4 شهود، وهذه نادرة يا أخواني في التاريخ. وهذان الأمران باتفاق أهل العلم، وتزيد المرأة بينة ثالثة وهي الحمل، وهو مختلف فيه هل هو بينة أو لا. هل إذا حملت امرأة ليست ذات زوج نحكم عليها بالزنا وإن لم تعترف وإن لم يشهد عليها 4؟ بعض العلماء قال لا، لأن هناك شبهة، ربما حملت غصبا عنها إلى آخره إلى آخره. والراجح والأصل يا أخواني أنه يثبت عليها جريمة الزنا، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا إذا أثبتت غيره، وإلا الأصل أنه قرينة ودليل على فعل الفاحشة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يا أخواني، هذه الآية في الواقع أنها مشكلة. لماذا مشكلة؟ لاحظوا معي أن الله سبحانه وتعالى قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. السبب يا أخواني في إشكال الآية: ما المراد بالنكاح هنا؟ هل هو النكاح بمعنى العقد والزواج، أو النكاح هنا بمعنى الوطء وهو فعل الزنا؟ هل هي هذه الآية لبيان حكم الزنا أو للتشنيع؟ هذه المسألة يا إخواني اختلف فيها العلماء على قولين. يرى ابن القيم رحمه الله أن المراد هنا الزاني لا ينكح إلا زانيه، أن المراد به النكاح، أن المراد به الزواج وهو العقد، أي أن الزاني لا يتزوج إلا زانيه. ويرى أن الرجل أمر أن يتزوج المرأة العفيفة، فإن لم يفعل ذلك ولم يفعل ما أمره الله عز وجل فهو
ولم يعترف بحكم الله فهو مشرك مثله. هذا تقدير الآية عند ابن القيم رحمه الله. وإن التزم وخالف ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانياً. هذا تقدير الآية. يعني ابن القيم رحمه الله يقول إن الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج، يعني أمر بعدم الزواج. طيب يقول الله لا ينكح إلا زاني، وش يقول ابن القيم؟ لأنه إما أن يمتثل هذا الأمر ويعترف به ويخالفه ويعلم أنه منهي عن المرأة الزانية الزواج بالمرأة الزانية فهو زاني مثلها، لأن العقد غير صحيح. هذا رأي ابن القيم. أو أن لا يعترف بهذا الحكم فهو مشرك مثله. وشنع ابن القيم رحمه الله على من قال أن الزواج هنا أو النكاح هنا بمعنى الوطء وضعفه، وقال أصلا هذا هو القول، هذا قول ضعيف ولا يصح إلا ما ذكر ابن القيم رحمه الله. لكن في الواقع يا أخواني، أنا لما تأملت الآية وجدت أن ما قرره ابن القيم رحمه الله يشكل عليه جملة من الإشكالات. ولذا فإن معنى الآية يا أخواني ومعنى الذي يظهر والله تعالى بارك وتعالى أعلم أن معنى النكاح هنا في هذه الآية الوطء. وإن قال بعض العلماء إن الوطء لا يعرف النكاح في القرآن بمعنى الوطء أبداً، وإنما كل ما ورد النكاح في القرآن فهو بمعنى العقد، نرد عليهم بقوله عز وجل حتى تنكح زوجاً غيره، فإن المراد قطعاً هنا في هذه الآية الوطء ولا النكاح ولا عقد الزواج؟ الوطء، فهو موجود في القرآن. بالتالي فترجيحنا لأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة متسق ووارد في القرآن كذلك. وهذا هو رأي ابن عطية رحمه الله. ورأي الطبري إمام المفسرين. يقول ابن عطية رحمه الله إن معنى الآية يكون الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين أو من هي أخس منها من المشركات. يقول هذا المعنى. يقول ابن عطية إن المراد بالنكاح هنا الوطء، وأن المراد الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين أو من هي أخس منها من المشركات. ودليلهم من أدلتهم كذلك أن المشرك أن المؤمن لا يجوز له أن يتزوج المشركة بالإجماع، وبالتالي فمعنى الآية يا أخواني الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي زانية مثله من المسلمين أو مشرك أو أخس منها امرأة من المشركات، والزانية لا يطأها إلا زان مثلها من المسلمين أو أخس منها من المشركين. ثم قال الله سبحانه وتعالى وحرم ذلك، الإشارة بذلك إلى ماذا؟ المحرم، على قول ما رجحه ابن عطية وابن جرير وحرم ذلك الزنا ولا لا؟ وعلى قول ابن القيم رحمه الله الذين يقولون النكاح بمعنى العقد، أي وحرم الزواج على المؤمنين، وحرم الزواج على المؤمنين.
فتكون الآية يا أخواني هي بيان الواقع والحال، ولم تتعرض للزواج. وهذا هو رأي ابن عباس رحمه الله، فإن قال النكاح هنا في هذه الآية بمعنى الجماع، تكون الآية هي تحكي الواقع حال الزنا ولم تتعرض لحكم الزواج من الزانية أو من العفيفة، وإنما هذا قد دلت عليه أدلة أخرى كما قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان إلى غيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. المناسبة أن الله عز وجل لما بيّن حد الزنا وشنع على فاعله بيّن حكم من يقذفون الأبرياء بالزنا بدون دليل، طيب والذين يرمون المحصنات، ما هي المحصنات يا أخواني؟ أحسنت، ولذلك لفظ الإحصان هنا لفظ الإحصان يختلف، الإحصان المراد في حد الزنا يختلف عن في حد القذف. الإحصان في الزنا من وطئ في نكاح صحيح وهو حر عاقل بالغ، أما الإحصان في القذف فهو ها المرأة العفيفة، المرأة أو الرجل العفيف. ليس المقصود يا أخواني المحصن هنا الذي سبق أن تزوج، فيجوز أن يقذف الإنسان البكر، واضح يا أخواني الفرق؟ نقول الإحصان في حد الزنا يختلف معناه عن الإحصان في حد القذف. فالإحصان في حد الزنا معناه الوطء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، أما الإحصان في حد القذف والذين يرمون المحصنات ليس معناها المتزوجات أو المتزوجين، وإنما المقصود العفائف. طيب والذين يرمون المحصنات، طيب ما رأيك والذين يرمون المحصنين؟ يعني هل فقط هذا الحكم خاص بالنساء وإلا يشمل الرجال أيضا؟ من العلماء من قال يا أخواني أن المراد والذين يرمون المحصنات تقدير الأنفس المحصنات، فيدخل فيه الرجال والنساء. طيب قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات، لماذا ذكر هنا الوصف ولم يذكر وصفا آخر؟ بمعنى لم يذكر، ما قال والذين يرمون المسلمين أو والذين يرمون المسلمات أو الرجال أو النساء، لماذا ذكر وصف الإحصان؟ أحسنت، قال العلماء ذكر المحصنات بالوصف هنا لفائدة، وهو أن هذا الحد للمحصن، أما من اشتهرت بالزنا كالبغايا فليس على قاذفها حد، إنما جعل هذا الحد يا أخواني هو للمرأة العفيفة، أما المرأة البغي التي اشتهرت بالزنا وعرفت به فهل لقاذفها حد؟ ليس على قاذفها حد. قال الله عز وجل فاجلدوهم، إذا ما أتوا بأربعة شهداء اجلدوهم 80، لماذا شدد الله عز وجل أمر القذف؟ رحمة بالعباد، لأن هذا يتسق مع الحفاظ على الأسرة المسلمة كما سيأتينا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. إذا كان الناس في مجالسهم فلان زنت وفلان زنى وفلان دخل وفلان طلع وفلان،
هذا مما يقلل هيبة لفظة الزنا عند الناس ولا لا؟ فجعل هذا السياج العظيم، يعني إذا قلت فلان أو فلانة زنا فيلزمك أن تأتي بأربعة شهداء، إذا لم تأتي وهذا نادر أن تأتي فالعقوبة ما هي؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3 أحكام. أول شيء الجلد كم؟ 80. عدم قبول شهادتهم الحكم بفسقهم، الحكم بفسقهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا. اختلف العلماء في هذا الاستثناء على ماذا يقع، هل يعود إلى الجملة الأخيرة وهي نفي الفسق، أم يعود إلى الجملة الأخيرة والتي قبلها وهي رد الشهادة؟ اختلف فيه العلماء على قوله. أما الجلد فقد جلد وانتهى ولا لا؟ أقيم هذه حد وانتهى، كفارة له وردعا لأمثاله. بعض العلماء قال إن الاستثناء يعود إلى نفي الفسق عنه، وإلا يصبح مردود الشهادة إلى أن يموت. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، إن الاستثناء يعود على الجملتين، فإذا تاب فإنه يرتفع عنه اسم الفسق وتقبل شهادته، وهذا هو الراجح. من أقوال أهل العلم طيب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الشهداء هؤلاء يا أخواني رجال ولا نساء؟ والدليل أنهم رجال؟ لا. طيب الآن نقول لكم شهداء رجال ولا نساء، تقولون أنتم رجال صح؟ ما الدليل على أنهم رجال؟ في الآية الدليل. لا، الدليل يا أخواني هو قاعدة العدد. قاعدة العدد أن المعدود يختلف عن العدد تذكيراً وتأنيثاً. الآن أربعة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. فشهداء الآن دل على أنه ماذا؟ على أنهم رجال ذكور ولا لا؟ إذن أربعة شهداء، قاعدة العدد تثبت على أن الشهادة المرادة في هذه الآية هي شهادة الرجال، وهو قول جمهور أهل العلم خلاف لابن حزم الذي يجيز شهادة النساء. طيب، ألفاظ القذف 3: التصريح، فإذا قال رجل يا زاني فهذا يوجب الحد إذ قد صرح برميه بالزنا. الثاني الكناية، كأن يقول يا خبيث يا فاسق. الثالث التعريض، كأن يقول أمي ليست بزانية، أو أختي ليست بزانية، أو زوجتي ليست بزانية، هو يكلم شخصاً آخر، ماذا يفعل؟ يعني مفهوم المخالفة يقول إيش؟ يعني أمي ليست بزانية وأمك إيش؟ زين. فألفاظ القذف 3: التصريح، الكناية، التعريض. التصريح بلا خلاف بين أهل العلم على أنه يوجب الحد، أما الكناية والتعريض فهاتان لا يحد فيهما من قالها إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه أراد القذف، بمعنى أنه لا يوجب الحد
إلا في العبارة الصريحة، فإذا عرض أو كنا فلا نوجب عليه حد القذف إلا إذا احتف عندنا قرائن تدل على أنه أراد القذف حقيقة. وبهذه الآية نقول قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.